الفضاء العمومي في صلب نقاشات الملتقى التشاوري بطنجة يشارك فيه ممثلو القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والمنتخبون والهيئات المدنية، ملتقى يعتمد مقاربة تشاركية من أجل البحث عن أنجع السبل للاستغلال الأمثل للفضاء العمومي ومواكبة التحولات التي تعرفها المنطقة والأوراش التنموية والبرامج المهيكلة الكبرى التي يتم إنجازها بجهة طنجة تطوان. ميثاق طنجة للجميع، جميع الفعاليات كتشارك فيه باش نديروا واحد الميثاق اللي غادي يخلي الإشعاع ديال طنجة، اللي غادي يخلي التنزيل ديال الورش الكبير ديال طنجة الكبرى اللي جا به صاحب الجلالة، نخلينا ننزلوه على أرض الواقع بطريقة مستدامة، بطريقة اللي كتحافظ على الحق ديال المواطنين والمواطنات، الحق في ملك عام اللي كيلعب واحد الدور بالنسبة للمواطن، ولكن كذلك جميع الفعاليات منها المواطن والمواطنات وكذلك المجتمع المدني. برنامج الملتقى يتضمن عدة ورشات موضوعاتية تتعلق بتدبير الشأن المحلي وانشغالات الساكنة، ويحث المسؤولون على مضاعفة الجهود في هذا الإطار، إذ أن مدينة طنجة باتت تعرف تحولا لافتا، أصبح يلزم على الساكنة والفاعلين العمل من خلال مقاربة تشاركية على وضع ميثاق للمدينة. الهدف منه أن نتناقشوا كفاعلين وكمواطنين وكمسؤولين حول السلوك ديالنا داخل المدينة في مجالات مختلفة، في مجال الفضاء العمومي سواء على مستوى السير والجولان، على مستوى الملك العمومي، أو على مستوى كذلك مختلف مناحي الحياة داخل المدينة. إذن لقاء تعاقدي بين مختلف الفاعلين باش نحسنوا سلوكنا داخل المدينة وباش نواكبوا التطورات اللي كتحصل داخل المدينة. اعتماد ميثاق مدينة طنجة يترجم حسب المنظمين الرؤية الملكية في جعل مدينة طنجة قطبا اقتصاديا رائدا ومقصدا استثماريا عالميا، كما يعزز التواصل والحوار المجتمعي بهدف التجاوب مع الانشغالات اليومية للساكنة ذات الصلة بالنظافة والسير والجولان واحتلال الملك العمومي والتعمير وجمالية المدينة وفق مقاربة تشاركية ومندمجة. كما يراهن الملتقى على أن يشكل ميثاق مدينة طنجة التزاما معنويا وأخلاقيا بين جميع الأطراف المعنية بتنمية المدينة، انطلاقا من رغبتهم المشتركة في الرقي بمدينة البغاز وإشاعة قيم التآزر والتضامن.